الله والصلاة والسلام على رسول الله. امتحان متوقع لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي حسب المواصفات الفنية لجانب وزارة التربية والتعليم. طبعا الامتحان فيه تقريبا كل الافكار اللي هتيجي في الامتحان، وانصح كل طالب في الصف الثالث الابتدائي ولي امره كمان ان هو لازم يسمع الفيديو ده، لازم يسمع الفيديو، وكمان لازم يكون معاه ورقة وقلم عشان كل الافكار يكتبها مرتين عشان ما ينساهاش. تمام، يلا نحاول نبدأ مع بعض. السؤال الاول، إذا كان 3 على 5 يساوي س على 15 فإن س تساوي نقطة. تمام، هنلاحظ يا أبطال إن ده التناسب، ال 3 على 5 تساوي س على 15، وإحنا عارفين ممكن يقول لنا في التناسب أكمل حاصل ضرب الطرفين يساوي نقطة، ممتاز حاصل ضرب الوسطين. تمام، هنلاحظ الطرفين هنا كام؟ هنلاحظ الطرفين اللي هنا هما 3 في كام؟ ممتاز في 15 هيساوي كام؟ هيساوي 5 في س. وزي ما احنا عارفين يا ابطال ان اللي مع السين بيجي من تحت، هنقول السين هتساوي مين معاها؟ ممتاز الخمسه هتجي من تحت، مين مش معاها؟ الثلاثه في 15. نختصر مع بعض، الخمسه فيها الواحد، الخمسه فيها الثلاثه، 3 في 3 ب 9، يبقى الاجابه الصحيحه هي 9. وممكن ولد ثاني يحل بطريقه ثانيه، يلاحظ ان الخمسه بيجت كام؟ 15، انضربت بكام يا ابطال؟ برافو، انضربت في 3، يبقى اضرب فوق ال 3 في كام؟ في 3، يبقى 3 في 3 وتحت 5 في 3، يبقى السين هتساوي 9. تمام؟ السؤال الثاني، النقطة رقم 2، البيانات التالية جامعوها وصفية ما عدا، ممتاز. احنا عارفين يا ابطال ان البيانات تنقسم الى نوعين، بيانات وصفية وبيانات، ممتاز، بيانات كمية. البيانات الوصفية ما يكونش فيها أرقام، أما البيانات الكمية بيكون فيها أرقام، زي مثلا العمر، السن، الوزن، الطول. هنلاحظ ان اللون المفضل ما فيهوش ارقام، يبقى دي بيانات وصفيه، ومكان الميلاد بيانات وصفيه، وفصيله الدم بيانات وصفيه. هنلاحظ ان الاجابه الصحيحه هي العمر، ان العمر فيه ارقام وهو بيانات كميه. اذا كان رقم 3، اذا كان الف الى باء تساوي 2 الى 3 وباء الى جيم تساوي 4 الى 3. طبعا السؤال ده سؤال سهل وجميل جدا جدا، بس محتاج مننا تفكير. هنقول مع بعض، ألف إلى باء، ألف إلى باء كام إلى كام؟ 2 إلى 3، ممتاز. باء إلى جيم، أدي عندي باء مكتوبة، هكتب جنبها جيم. باء إلى جيم كام؟ 4 إلى 3، هنقول 4 إلى 3. عارفين حرف الإن يا أبطال؟ ممتاز، حرف الإن نضرب مع بعض، 4 في 2 بكام؟ ب 8، 3 في 4 ب 12، 3 في 3 ب 9. هو طلب مني ألف إلى جيم، هنلاحظ إن الألف تمثلها كام؟ ممتاز 8، والجيم تمثلها 9، يبقى الإجابة الصحيحة هي 8 إلى 9، نختار مع بعض 8 إلى 9. في المعين قياس كل زاويتين متتاليتين يساوي نقط. يساوي كام؟ ممتاز يساوي 180 درجة، مش المعين بس يا أبطال. في المعين او المربع او المستطيل او متوازي اضلاع، اذا قال لي في المعين برضه 180 درجه، في المستطيل 180 درجه، في متوازي الاضلاع 180 درجه، كذلك في المربع 180 درجه. المدى لمجموعه القيم 7 و3 و6 و9 و5، احنا عارفين يا ابطال ان المدى بيساوي، المدى يساوي اكبر قيمه ناقص ايه؟ اصغر قيمه. المدى يساوي ايه؟ اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه. هنلاحظ ان اكبر قيمه هنا كام؟ هي التسعة، اصغر قيمه هي التلاتة، هنقول التسعة ناقص التلاتة ممتاز هيساوي كام؟ هيساوي 6، يبقى المدى هنا يساوي 6. جرار يحرس 35 فدان في 5 ساعات فان معدل اداء الجرار يساوي نقط، افدنا لكل ساعه. طبعا السؤال ده سؤال سهل وجميل جدا، بس لازم اعرفك حاجه في السؤال ده. اذا جالك اي سؤال في الامتحان بالمنظر ده او مختلف عنه في الوحدات، انت عارف ان المعدل هو مقارنه بين كميتين من نوعين مختلفين، فلازم الكميتين دول هيكون فيهم واحده زمن وواحده مسافه، واحده زمن او واحده تكون مسافه. اذا كانت الواحده زمن، زي زمن يا ابطال؟ يوم، شهر، ساعه، ثانيه، دقيقه، سنه. هنكتب الزمن في المقام، نكتب الزمن فين؟ في المقام. والوحدة التانية اللي معاها تكون فين؟ تكون في البسط. تمام؟ طيب إذا كان الوحدة اللي عندي مسافة، زي إيه مسافة يعني؟ كيلومتر، متر، سنتيمتر، ديسيمتر، مليمتر، نكتب المسافة فين؟ نكتب المسافة في البسط.
والوحده الثانيه اللي معاها نكتبها فين؟ في المقام. يبقى زي ما اتفقنا ان الزمن بيتكتب في المقام والمسافه هتتكتب فين؟ في البسط. هنشوف عندنا هنا ممتاز، عندنا هنا ساعه اللي هي زمن ممتاز 5 ساعات و35 فدان. ممتاز، يبقى هنكتب ايه يا ابطال؟ هنكتب ال35 فدان فين؟ في البسط، ونكتب الخمس ساعات فين؟ زي ما متفقين في المقام. نختصر مع بعض، 35 على 5 فالكام؟ 7. طب الوحده الاولى كانت فدان، يبقى 7 افدنه. العلامه دي معناها لكل ايه؟ ساعه. يبقى الاجابه الصحيحه هي 7. وكتبنا افدنه عشان هي اللي جت الاول، وساعه عشان هي اللي جت الثاني. رقم 7، 18 ساعه نقط الى يوم واحد. 18 ساعة إلى يوم واحد هيساوي كام إلى كام؟ إحنا عارفين إن النسبة لازم يكونوا من نفس النوع، هنا عندنا ساعة وعندنا يوم. مين في الوحدة الكبيرة؟ ممتاز، الوحدة الكبيرة هي اليوم. ولما نحول من يوم لساعة بنضرب في كام؟ لأن اليوم فيه 24 ساعة، يبقى هنضرب في كام؟ هنضرب في 24، يبقى نقول الـ 18 ساعة إلى كام؟ إلى يوم، عارفين اليوم هو واحد في 24 ساعة. هنختصر الساعة مع الساعة، هينزل هنا 18 إلى كام؟ 24. نقسم على كام يا أبطال؟ نقسم الاثنين على 6. 18 على 6 فيها 3، بينما 24 على 6 فيها 4. تكون الإجابة الصحيحة هي 3 إلى 4. 3 إلى 4. رقم 8، مكعب طول حرفه 2 سم، فإن مجموع أطوال أحرفه يساوي نقط سنتي. إحنا عارفين يا أبطال إن المكعب أو متوازي المستطيلات كل منهم ليه 12 حرف و8 رؤوس و6 أوجه. المكعب أو متوازي المستطيلات كل منهم ليه 12 حرف و8 رؤوس و6 أوجه. هنا إداني طول الحرف كام؟ 2. ممتاز، هو في كام حرف؟ 12. يبقى 2 في 12 بكام؟ 2 في 2 ب 4، و2 في 1 ب 2 24 سنتي. بالاجابه الصحيحه هي 24. رقم 9، اذا تساوت ابعاد متوازي المستطيلات فانه يسمى ايه يا ابطال؟ يسمى معين؟ لا طبعا، ان المتوازي المستطيلات هو شكله شكل المكعب، بس الفرق ان متوازي المستطيلات ابعاده مختلفه، فلو ابعاده تساوت هيكون شكله ايه؟ هيكون شكله مكعب. ممتاز. رقم 10، رسم أحمد صورة لأخيه أسامة بمقياس رسم 1 إلى 40، فإذا كان الطول الحقيقي لأسامة 160 سنتي فإن طوله في الصورة يساوي نقط سنتي. لحظة، ركز معي لحظة عشان بتيجي على السؤال ده أكمل كتيرة جدا جدا. في عندي 3 جمل، الجملة الأولى الطول في الرسم، الطول في الرسم يا أبطال فيها كم كلمة؟ فيها 3 كلمات، الطول وفي والرسم 3 كلمات، ومقياس الرسم والطول حقيقي. دايما خلي الجمله اللي فيها 3 كلمات فوق واللي فيها كلمتين من تحت واللي فيها كلمتين من تحت. لو قال لك الطول في الرسم يساوي نقط هتقول له مقياس الرسم في الطول الحقيقي. طب لو عايز مقياس الرسم هتقول له مقياس الرسم يساوي الطول في الرسم على علامه على الطول الحقيقي. طب لو طالب منك الطول الحقيقي هتقول له الطول في الرسم على مقياس الرسم. وهنا دول بينهم علامة ضرب وكده علامة ايه؟ جسمة وكده علامة جسمة. طب نرجع للسؤال بتاعنا، الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي. هنقول الطول في الرسم، نكتب أول حاجة المقياس 1 إلى 40. بعد كده إذا كان الطول الحقيقي ممتاز، الطول الحقيقي كان 160 سنتي، نكتبها تحت الطول الحقيقي 160 سنتي. ونحط هنا كده س يعني مجهول، ونعمل حرف إكس أو مقص. دايما زي ما احنا متفقين ان مع السين ممتاز بيجي من تحت واللي مش معاها بيجي من فوق، يبقى 40 من تحت، ونقول 1 في 160 هتساوي، ونختصر الصفر مع الصفر على الأربعة فيها الواحد على الأربعة فيها الأربعة، 1 في 4 ب 4 يا أبطال 4 سنتي. يبقى طول أحمد في الصورة هيكون كام؟ طول أحمد في الصورة هيكون طول أخيه هيكون في الصورة 4 سنتي. رقم 11، نقطة مهمة جدا جدا، النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه. لحظة بس، عايزك يعني تستمر معي لحظة. السؤال ده بيجي على كذا فكرة بتيجي في الامتحان بنفس الشكل دوت. إذا قال لك النسبة بين طول ضلع معين ومحيطه، شفت كلمة طول ضلع اكتب 1. طول ضلع تكتب ايه؟ 1 ومحيطه. طب هو المعين في كم ضلع؟ في 4 أضلاع، يبقى هنقول 1 إلى كام؟
ممتاز الأربعة. طب قال لك النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه. ممتاز. أنا وقت بقول يا نكتب يا أستاذ في الأول واحد ومحيطه كام؟ أربعة، لأن المربع فيه أربع أضلاع وكلهم متساويين. طيب لو قال لك النسبة بين طولي ضلعين في المعين هنقول كام؟ أدي المشكلة. لا مفيش مشكلة ولا حاجة. هنلاحظ إن المعين أضلاعه متساوية، يبقى الضلع الأول قد الضلع الثاني، يبقى نقول واحد إلى واحد. طيب جه سألك النسبة بين طول قطر الدائرة ومحيطها، النسبة بين طول إيه؟ قطر الدائرة ومحيطها. ممتاز. هنكتب في الأول عشان طول نكتب واحد، ومحيط الدائرة هنكتب باي. عارفين الباي دي؟ باي. طيب إذا قال النسبة بين طول نصف قطر الدائرة ومحيطها، زي ما إحنا متفقين هنكتب عند طول واحد. طب محيطها، طب ما ده زي اللي فوق، هنكتب باي؟ لا مش هنكتب باي. ليه طيب؟ هنا كلمة طول نصف قطر فيها كلمة تتكون من نصف القطر من كلمتين، يبقى نكتب اتنين وننزل باي زي ما هي. تاني هنا كلمة طول نصف قطر يبقى هنا كلمتين، أما هنا طول قطر كلمة واحدة يبقى نكتب باي واحدة، هنا هنكتب اتنين باي. آخر حاجة النسبة بين محيط مثلث متساوي الأضلاع وطول ضلع، إحنا كده اتلخبطنا، لا ما اتلخبطناش ولا حاجة. طول الضلع زي ما إحنا متفقين نكتب واحد. طب المثلث المتساوي الأضلاع في كم ضلع؟ تلاتة، يبقى نقول تلاتة إلى واحد. نرجع للسؤال بتاعنا، النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه طبعا مش محتاجة تفكير. ممتاز. هنقول كام؟ طول ضلع واحد، يبقى واحد إلى أربعة. 15 لتر تساوي نقط سنتيمتر مكعب، احنا عارفين أبطال المللتر كم سنتي. ممتاز. 1000 سنتيمتر مكعب. طيب لما أحول من 15 يبقى أضرب في كام؟ أضرب في 1000. 15 في 1000 تساوي كام؟ تساوي 15000 سنتيمتر مكعب. تبقى الإجابة الصحيحة هي 15000 سنتيمتر مكعب. النقطة رقم 13، 1 و3 على 4 تساوي نقط في المية. إيه السؤال ده؟ سؤال زي ده لما حل لازم أحول ده. أحول ده إزاي؟ زي ما إحنا متفقين، ننزل نضرب نطلع نجمع، ننزل نضرب نطلع نجمع، نضرب مع بعض 1 × 4 × 4 × 3 = 7، والمقام كام؟ 4. احنا عارفين عشان نحول دي نسبة مئوية لازم نخلي المقام كام؟ لازم المقام يكون 100، يبقى هنضرب تحت في كام؟ عارفين 4 عشان تكون 100 تنضرب في كام؟ تنضرب في 25، زي ما ضربنا فوق تحت نضرب فوق يبقى 25. 4 × 25 ب100، و7 × 25، 7 × 5 ب35، 5 ومعنى 3، 7 × 2 ب14 و3 = 17، يبقى فوق 175 وتحت 100. كده نحولها بكل سهوله، 175 على 100 تساوي 175%، تبقى الاجابه الصحيحه هي 175. النسبه رقم 14، النسبه بين الكسرين 3 على 4 إلى 5 على 6. مساله زي كده ما تخافش منها خالص. في البدايه نزل، نزل كام؟ 3 على 4، نزل اضرب. ممتاز. حول علامة الى ضرب، بعد كده شقلب، يبقى نزل اضرب شقلب، نزل اضرب شقلب 6 على 5. نضرب مع بعض كده، قبل نضرب نختصر، على الاثنين فيها الاثنين، على الاثنين فيها الثلاثة. نضرب مع بعض كده، 3 × 3 = 9، 2 × 5 = 10، او ممكن نقول او 9 إلى 10، تكون الإجابة الصحيحة هي 9 إلى 10. السؤال الثاني أكمل ما يأتي. 30% من 30 تساوي نقط. إيه من دي؟ عايزين نتفق مع بعض إن من في الرياضة نعمل عليها إكس. من نعمل عليها إكس، إكس ده ممتاز، يعني حرف يعني كأني بضرب، يعني علامة في أو بضرب، يبقى هنحط مكان من إكس، يبقى تبقى كام؟ 30% إكس، 30 على 100 في 300. هنطير الصفرين مع الصفرين، صفر ينزل زي ما هو، صفر ينزل زي ما هو، و3 × 3 = 9، تبقى الإجابة الصحيحة 90، يبقى 30% من 300 تساوي 90. رقم 2، إذا كان مقياس الرسم أصغر من الواحد فإنه يدل على، ركز معايا دقيقة واحدة، هنا بيجي في الامتحان التفصيل لازم يجي من واحدة في الامتحان، إذا كان مقياس الرأس أكبر من الواحد فإنه يدل عليه. ممتاز. يدل على التكبير. إذا كان مقياس الرأس أصغر من الواحد فإنه يدل على التصغير. نرجع للسؤال بتاعنا، مقياس الرأس
اصغر من الواحد فانه يدل عليه ممتاز على التصغير. رقم 3 1.5 لتر زائد 3.5 ديسي متر مكعب زائد 500 سنتي متر مكعب يساوي موجة لتر. طيب احنا عارفين يا ابطال ان 1.5 لتر تنزل زي ما هي زائد، عارفين ان الديسي متر لما يتحول لتر مش بينضرب ولا بينقسم، بينزل زي ما هو. ممتاز، يبقى 3.5 لتر زائد. عارفين 500 سنتي متر مكعب تساوي كم لتر؟ ممتاز، هتساوي 5.1 لتر. يلا نجمعهم مع بعض كده، نجمع مع بعض، هنقول 5 و5 و5 يبقى 15، 5 ومعنى الواحد، 1 و1 2 و3 يبقوا كام؟ 5، يبقى 5.5 لتر. يبقى اقول 5 و5 من 10 لتر. رقم 4 عدد المجموعات يساوي نقط. ركز معايا لحظه، ده عكس مقياس الرسم. هناك كل كلمه الكبيره من فوق، هنا الكلمه الصغيره من فوق. المدى تتكون من كلمه واحده تلاقيها من فوق، عدد المجموعات تتكون من كلمتين هتلاقيها من تحت، طول المجموعه تتكون من كلمتين هتلاقيها من تحت. هتلاحظ ان المدى يساوي عدد المجموعات في طول المجموعه، يبقى المدى عدد المجموعات في طول المجموعه. طب لو عايز منك عدد المجموعات هتقول له المدى على طول المجموعه، طب لو عايز طول المجموعه هتقول له المدى على عدد المجموعات. هنا عايز مني ايه؟ عايز عدد المجموعات. هيساوي ايه يا ابطال؟ هيساوي المدى على ايه؟ طول المجموعه. رقم 5 صندوق على شكل متوازي مستطيلات ابعاده من الداخل 50 سنتيمتر 40 سنتيمتر 30 سنتيمتر، فان حجم الصندوق، هو حجم الصندوق يساوي نقط ديسي متر مكعب. هو قال لنا ايه يا ابطال؟ ان صندوق على شكل متوازي مستطيلات، يبقى حجمه هو حجم متوازي مستطيلات. طب انا كتبت لكم حجم متوازي مستطيلات كل القوانين بتاعته. القانون الاول الطول في العرض في الارتفاع، الطول في العرض في الارتفاع. القانون الثاني حاصل ضرب ابعاده الثلاثه، حاصل ضرب ابعاده الثلاثه. القانون الثالث مساحه القاعده في الارتفاع، مساحه القاعده في الارتفاع. احنا هنا عندنا ابعاده، يبقى هنقول 50 في 50 في كام؟ في 40 في 30، هننزل 3 اصفار، نضرب 5 في 4 ب 20 في 3 ب 60. طب 60 يا ابطال، ممتاز، سنتيمتر مكعب. ليه مكعب؟ عشان كلمة حجم فيها 3 حروف، يبقى سنتيمتر مكعب. طب وعايز احوله لايه؟ لديسي متر مكعب. عارفين لما نحول لديسي بنقسم على كام؟ بنقسم على كام؟ ممتاز، بنقسم على 1000. لما نقسم 1000 هنشيل الثلاث اصفار، هيتبقى 60 ديسي متر مكعب، تبقى الاجابه الصحيحه 60 ديسي متر مكعب. رقم 6 العدد التالي في النمط 1 و1 و2 و3 و5 و8، انا اعتبر ده من اذكى الانماط الموجوده على طلبه الصف السادس الابتدائي. نمط ذكي جدا جدا، وفي كل يعني في فكره ممتازه. نلاحظ ان الواحد بيجي واحد ما اتغيرش، بينما الواحد زاد واحد، الاثنين زادت واحد بيجي ثلاثه، والثلاثه ايه المشكله في النمط ده؟ لا زياده ولا ضرب. نفكر في كويس، هنلاحظ ان الواحد بيجي واحد والواحد بيجي اثنين، هنلاحظ ان كل العدد حاصل جمع العددين اللي قبله. ازاي يعني؟ هنلاحظ ان الاثنين واحد واحد، بينما الثلاثة واحد واثنين، بينما الخمسة اثنين وثلاثة، بينما الثمانية ثلاثة وخمس. سامع واحد بيقول له استاذ يبقى الرقم الجاهي يبقى خمسة وثمانية. ممتاز، خمسة وثمانية كام؟ 13. طب ولد جاء تاني قال الرقم اللي بعده هيبقى 8 و13 اللي هو كام؟ 21. رقم 7 مكعب محيط قاعدته 8 سنتي فإن حجمه، تمام. مسألة المكعب لازم أدور على طول الحرف قبل ما أجيب الحجم، لو طول الحرف مش موجود لازم أجيبه، لازم نجيبه. إحنا عندنا طول الحرف يساوي محيط القاعدة على 4، لأن قاعدة المكعب عبارة عن مربع، وعارفين إن محيط المربع طول الضلع في 4. طيب القاعدة محيطها بكام؟ 8. طيب القاعدة فيها كم ضلع؟ 4، يبقى 8 على 4 فيها الاثنين، يبقى طول الحرف بكام؟ ب 2 سنتي. طب الحجم هنقول ايه؟ حجم المكعب له قانونين، طول الحرف في طول الحرف في طول الحرف، او اللي يختصره طول الحرف في نفسه في نفسه. يبقى احنا نقول طول الحرف في طول الحرف اللي 2 في 2 في 2.
2 في 2 ب 4 في 2 ب 8 8 ممتاز سنتيمتر مكعب زي ما احنا متفقين عشان حجم يبقى حجمه 8 سنتيمتر مكعب. نكمل مع بعض رقم 8 عدد تلاميذ مدرسة 450 تلميذ تغيب منهم 45 تلميذ فإن النسبة المئوية للغائبين يساوي كام؟ مسألة النسبة المئوية مسألة ممتازة لما نطلب منك نسبة واحد جاب 20 درجة من 30 هو جاب كام في المية؟ هتكتب الدرجة اللي جابها هو على الدرجة الكلية الدرجة اللي جابها على الدرجة الكلية جاب 20 يبقى 20 على 30 20 على 30 طب هو هنا كم تلميذ تغيبوا 45 تلميذ وعدد كل التلاميذ كام 450 يبقى نقول 45 على 450 تمام هنقول في 100 على 100 ممتاز هنختصر مع بعض كده هنختصر على 45 فيها الواحد على 45 فيها العشرة على 10 فيها الواحد على 10 فيها العشرة نختصر كمان على 10 فيها الواحد على 10 فيها العشرة هيتبقى من تحت 1 على 10 تساوي 10% تاني هنقول عدد التلاميذ المتغيبين 45 تلميذ على عدد الكل للتلاميذ اللي هم كام اللي هم 450 نختصر مع بعض على 45 فيها الواحد على 45 فيها العشرة نختصر على 10 فيها الواحد على 10 فيها العشرة هنلاحظ ان 10 على 100 10 على 100 تساوي كام 10% يبقى نقول التلاميذ الغائبين 10% السؤال الثالث اجب عما ياتي رقم 1 مدرسه ابتدائيه ارتفاع مبناها 15 متر وطول ظلها في لحظه ما 5 امتار فكم يكون ارتفاع شجره طول ظلها 3 امتار في نفس اللحظه طيب مساله زي دي مساله ممتازه وفيها فكره جميله جدا اكتب المدرسه الاول المدرسه وبعدها ايه الشجره المدرسة والشجرة فعند الارتفاع اكتب الناحية التانية الارتفاع وطول الظل اول حاجة المدرسة ارتفاعها كام هنقول ارتفاعها 15 متر تمام طول ظلها كام طول الظل 5 امتار فكم يكون ارتفاع كم يكون يبقى نكتب س مجهول ارتفاع حيرة طول ظلها 3 امتار فاكرين التناسب ممتاز فاكرين التناسب حاصل ضرب الطرفيين في حاصل ضرب الوسطيين زي ما احنا عارفين ان السين اللي معها بيجي منين ممتاز بيجي من تحت اللي هي كام 5 تجي من تحت مين مش معها اللي مش معها 15 في 3 تساوي نختصر على 5 في 1 على 5 فيها 3 3 في 3 بيساوي 9 امتار يعني يكون ارتفاع شجره 9 امتار يبقى السين تعوض على 9 امتار رقم 2 وزع احد الاباء مبلغا من المال قدره 9000 جنيها بين ابنائه الثلاثه فكان نصيب الاول ثلث المبلغ وكان نصيب الثاني نصف نصيب الثالث اوجد نصيب كل منهما سؤال زي ده لما احنا لازم اجيب نصيب مين اللي ده التلت ناخد نصيب الاول اللي هو ثلث المبلغ يبقى نصيب الاول هيساوي 9000 في تلت اللي هو تلت المبلغ هيساوي كام تلت 9000 ممتاز سامي ورد بيقول 3000 جنيه او 3000 جنيه يبقى نصيب الاول كام 3000 جنيه الباقي كام هنقول 9000 ناقص 3000 ليه قلنا الباقي هيساوي 6000 جنيه عشان نوزع بين الباقيين نوزع بين الولد الثاني والثالث 6000 لاحظ ان النصيب الثاني يساوي نصف نصيب الثالث طبعا في طلبه كتير بتغلط في مساله بالطريقه دي نصيب الثاني يساوي نصف نصيب الثالث طيب عشان ما تغلطش انت قلت نصيب الثاني يساوي نصف نصيب الثالث ما تعودش فاضي اكتب هنا واحد الى اثنين ثاني نصيب الثاني الى نصيب الثالث الواحد تيجي واحد اللي قبل يساوي والاثنين اللي بعده يساوي يعني الواحدة تيجي هنا والاثنين هتيجي هنا هتلاقي النسبة بين نصيب الثاني ونصيب الثالث واحد إلى اثنين نكتب مع بعض واحد إلى اثنين طب مين خلاني عرفت إن دي مسألة مجموع لأن فيها باقي يبقى مسألة مجموع لأنه وزع طالما المسألة فيها كلمة وزع أو قسمة أو مدرسة يبقى مسألة يا أبطال مسألة مجموع مسألة فيها الفرق يزيد ينقص يقل يبقى مسألة فرق
طب مسألة ده مسألة مش مجمع مع بعض، واحد واثنين هيساوي كام؟ ثلاثة. ممتاز. طيب الباقي كان كام؟ هنقول 6000 جنيه. نكتب هنا السين وهنا الصاد، نعمل مقص. اللي مع السين مين؟ ها اللي مع السين الثلاثة، هنقول السين تساوي مين مع السين؟ الثلاثة تجي منين؟ تجي من تحت. مين مش معها؟ 2 في 6000. نختصر مع بعض، على 3 فيها الواحد، على 3 فيها الكام؟ فيها 2000. 2 في 2000 بكام؟ ب 4000 جنيه. يبقى نصيب الثالث كام؟ 4000 جنيه. نحط مكان السين كام؟ ممتاز، 4000. نعمل مقص كمان تاني وهنقول الصاد تساوي مين مع الصاد يا ابطال؟ مع الصاد الاثنين تيجي من تحت. مين مش معها؟ 1 في 4000 يساوي. نختصر مع بعض، على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الالفين، 2000 في 1 ب2000 جنيه. يبقى نصيب الاول 3000، نصيب الثاني هيكون 2000 جنيه، النصيب الثالث 4000 جنيه. ولو جمعناهم كلهم هنلاقيهم 9000 اللي وزعهم الاب. رقم 3 في الشكل المقابل، ا ب ج د متوازي اضلاع. طيب قبل ما اتكلم خالص لازم افكركم متوازي الاضلاع خواصه بسرعه. اول خاصيه، كل ضلعين متقابلين متوازيان، يعني كل ضلعين متقابلين متوازيان، كل ضلعين متقابلين متساويان، كل ضلعين متقابلين متساويان في الطول، كل زاويتين متقابلتين متساويتان في القياس، كل زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس، كل زاويتان متتاليتان مجموع قياسهما 180 درجة، يعني جنب بعض، يعني ب وج 180، ألف وده كام؟ ممتاز، 180 درجة بالإضافة للقطران نص كل منهم الآخر. أوجد ألف قياس زاوية ألف، هنلاحظ إن زاوية ألف ممتاز، زاوية ألف تقابل زاوية جيم، يبقى زاوية ألف بكام؟ هتساوي 60 درجة. ب قياس زاوية، مع بعض كده نقرأ الزاوية، ب د ألف، ب د ألف، ب د ألف هنجيبها إزاي؟ هنلاحظ زي ما إحنا عارفين إن كل زاويتين جنب بعض قياسهم بكام؟ ممتاز، قياسهم ب 180 درجة، يعني الزاوية دي كده ودي 180، طيب الزاوية دي بكام؟ ب 60 اللي هي زاوية جيم، وزاوية ب د ج ب 70، يبقى هنقول 180 ناقص، نفتح قوس، كام؟ 60 درجة زائد 70 درجة، نجمع كده، هنلاحظ 60 و70 130، نطرحها من 180 هتبقى كام؟ 50 درجة، يبقى الزاوية دي بكام؟ ب 50 درجة. طول ألف د سهل جدا، طول ألف د، لاحظ إن ألف د ده ألف د يساوي ممتاز يساوي ب ج، يبقى ألف د بكام؟ ب 4 سنتي. طيب طول د ج، د ج، د ج هيساوي كام؟ ممتاز، هيساوي ألف ب، يبقى هيساوي 5 سنتي. 4 اشترت سلمى غسالة كهربائية بسعر 3600 جنيها وكان عليها خصم 10%، أوجد الثمن قبل الخصم. طبعا المسائل دي طبعا أغلب الطلبة مش بتحلها. ليه؟ طيب لأن هي مش عارفة فكرة المسألة. المسائل دي ليها ثلاث أفكار لا يخلو منهم امتحان، لا يخلو منهم امتحان، وركز معايا فيهم جيد جدا جدا. يا إما مسألة هتكون مسألة خصم أو مسألة مكسب أو مسألة خسارة. طبعا إحنا هنكون خصم تمام بيجري. لو مسألة خصم هنقول ثمن الشراء ناقص الخصم أو التخفيض هيساوي الثمن بعد الخصم أو التخفيض تاني. لو مسألة كان فيها خصم أو تخفيض هنقول ثمن الشراء ناقص الخصم أو التخفيض هيساوي الثمن بعد التخفيض. هنكتب دايما تحت ثمن الشراء 100% ناقص نقط على حسب الأرقام اللي عندي بنفس الشكل اللي أنا كاتبه كده. هنعوض على حسب النقطات اللي هو مدها في مسألة ونحلها. طيب لو المسألة كانت مكسب هنقول ثمن الشراء، لأن المكسب بيكون بالزيادة، ثمن الشراء زائد المكسب يساوي ثمن البيع، زي ما إحنا عارفين تحت ثمن الشراء 100% زائد النقط اللي هو المكسب كما على حسب ما يكون مديك في المسألة، وهتبقى المسألة بالجمع. طب لو مسألة خسارة هتكتب نفس الكلام، ثمن الشراء ناقص الخسارة هيساوي ثمن البيع، لأن مسألة الخسارة هتكون بالطرح، هنقول 100% ناقص نقط هيساوي نقط، ونقط ناقص نقط هيساوي نقط. طب المسألة اللي عندنا ممتاز، المسألة اللي عندنا مش مسألة خصم أو تخفيض، يبقى هنقول إيه؟
ثمن الشراء ناقص الخصم هيساوي الثمن بعد الخصم. طب ثمن الشراء كام؟ ممتاز، هنكتب يا استاذ 100% زي ما انت عودتنا 100% ناقص الخصم كان كام؟ الخصم كان 10% يساوي كام؟ نطرح مع بعض 100% ناقص 10% هيساوي 90%. انا طرحت عشان ده خصم او تخفيض، تمام. اشترت سلمى غسالة كهربية بسعر كذا، يعني السعر اللي اشترته بيها اشترته بعد الخصم، هو عايز الثمن قبل الخصم، يبقى نكتب هنا تحت مع الثمن بعد الخصم هنقول 3600. تاني اشتريتها ب 3600، عايز يعرف كان سعرها كام قبل الخصم، سعرها قبل الخصم هنكتب س ناقص نقط مش محتاجينه، نجيب مع بعض يلا نعمل حرف الاكس كبيره كده او مقص. طيب زي ما احنا متفقين اللي مع السين بيجي من تحت في المية، مين مش معاها 100% في 3600. هنختصر مع بعض كده يا ابطال، الميل علامه النسبه المئويه تروح مع النسبه المئويه، والصفر مع الصفر، 9 على 3600 هتبقى 4000، 9 على 3600 هتبقى كام؟ 4000. يلا مع بعض كده نضرب، هنقول 1 في 4000 هيساوي 4000 جنيه. يبقى ثمن الغساله قبل الخصم كان 4000 جنيه. تاني ثمن الشراء ناقص الخصم هيساوي الثمن بعد الخصم، عارفين زي ما احنا متفقين تحت ثمن الشراء هيبقى 100% ناقص الخصم اللي هو 10% هيساوي الثمن بعد الخصم اللي هو 100 ناقص 10 90%. هو عايز مني الثمن قبل الخصم اللي هي ثمن الشراء اللي هي س ناقص نقط يساوي 3600. زي ما احنا عارفين هناخد نعمل مقص كبير او اكس كبيره، مين اللي مع السين؟ ال 90% تيجي من تحت، مين مش معاها اللي هي 100% في 3600. نختصر مع بعض يلا، زي ما احنا عارفين الصفر مع الصفر مع الصفر، وال 9 على 360 هيساوي 40، نضرب مع بعض 10 في 40 ب 4000 جنيه. رقم 5، الجدول الثاني يبين درجات 100 تلميذ في ماده الرياضيات، الدرجات 10 الى 20 15 طالب، 20 الى 30 20 طالب، 30 الى 40 40 طالب، 40 الى 50 هيساوي 25 طالب، المجموع كله 100 طالب. طيب السؤال ده لازم يجي في الامتحان، لازم يجي في الامتحان. هقول لي ارسم المنحنى التكراري لهذا التوزيع. طيب انا هرسم الجدول ده عشان نعرفه، واحنا مش هنرسمه في الامتحان بس لازم نعرفه. المجموعة كانت كام؟ بداية المجموعة مركز المجموعة يساوي بداية المجموعة، بداية المجموعة زائد نهايتها على الاثنين. بداية المجموعة كام؟ 10، نهايتها كام؟ 20، 10 و 20 30 على الاثنين فيها 15، مركز المجموعة 15، مركز المجموعة كام؟ 15، والتكرار كان كام يا ابطال؟ 15، والنقطة اللي هرسمها 15 و 15. اللي بعديها 20 و 30 ولا دي 25 يا استاذ، ان احنا بنزود 25 و 30 50، 50 على 2 25، 25 والتكرار كان كام؟ 20، والتكرار 20، يبقى النقطة اللي هنرسمها 25 و 20. اللي بعديها 30 و 40 70 على 2 فيها 35، والتكرار كان كام؟ 40، يبقى نقول 35 و 40. اللي بعديها 40 و 50 90 90 على 2 فيها 45، والتكرار كان 25، يبقى النقطة هي 45 و 25. أنا ممكن أجي على الجدول كده وأكتب مركز المجموعة ده 15 وده 25 وده 35 وده 45. ممتاز، وده المجموع. أنا لما باجي أرسم لازم اللي يجي من تحت كده، الدرجات تيجي من تحت، اللي جه من تحت كده ارسم خط، ارسم خط كده، اللي جه من تحت، اللي جه الاول الدرجات تيجي منين؟ من تحت. ها ارسم لها خط من تحت كده واسميه الدرجات، واسميه الدرجات. اللي جه من تحت هيجي من تحت. عدد التلاميذ الثاني نرسمه على المحور الرأسي، على المحور الرأسي كده او المحور الواجب كده، اللي هو هنقول هنقول عدد التلاميذ، ده كده الدرجات وده عدد التلاميذ. تمام، نبدا نقسم المحور الافقي والمحور الراسي للارقام نفس الارقام اللي عندنا. اكثر رقم وصلت له في عدد التلاميذ كده 40، ممكن اقسمها 5 الى 0، 5
10 15 20 25 30 35 40 45. لاحظ ان انا بقسم المسافات متساويه 5 10 15 20، ما ينفعش اقول 5 15، لازم مسافات متساويه. تمام، من تحت كده انت ترسم، هنقول كام هنا؟ عندنا بدل 10 20 30 40 50، هنا على الدرجات كانت كام؟ هنقول 10 20 30 40. ممتاز، بين الدرجات 10 20 30 40. نمثل مع بعض اول نقطة، اول نقطة عندنا كانت 15 و15، كانت كام؟ اول نقطة عندنا 15 وكام؟ و15، او من الجدول 15 و15. امشي كده لغاية نوصل لغاية كام؟ 15. كأني رايح لغاية العمارة رقم 15، واطلع كم دور؟ اطلع دور 15. ممتاز، يبقى جينا كده والون هنا دايرة كده عشان اعرف ان انا اول باي اول نقطة، يبقى 15 العمارة رقم 15 الدور 15. النقطة اللي بعدها 25 و 20، ممتاز، العمارة رقم 25 والدور 20، ادي العمارة 25 والدور 20. النقطة اللي بعدها العمارة النقطة 35 و 40، العمارة رقم 35 والدور 40، ادي 35 اهي، وفين الدور 40؟ الدور 40 هنا كده. تمام، آخر نقطة عندنا 45 و 25، هنا خلاها كده 50. ادي ال 45 هنا، العمارة رقم كام؟ رقم 45، اقطع للدور كام؟ للدور 25 اللي هو هنا كده. طالما قال لي منحنى يبقى ارسم بايدي، منحنى يبقى ارسم ايه؟ بايدي. طيب لو مضلع يبقى ارسم بالمسطرة، طالما طلب مني منحنى يبقى ارسم بايدي مضلع، مضلع يبقى ارسم بالمسطرة. طبعا ارجو من كل طالب لازم يكتب كل الكلام اللي جه في الفيديو، لانه لا يخلو منه امتحان، مفيش امتحان هتطلع بره الافكار دي، سواء كان ولي امر يخلي ابنه يعمل كده او التلميذ، لازم يكتب كل الافكار دي. ان عجبك الفيديو لا تنسى دعم الفيديو والاشتراك في القناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.